ملي كنقولوا سخاوه كنقولوا الحي محمدي وبنات الحي محمدي. اليوم البنات طلعت غير ب10 دراهم. اي يا اختي عندك هذا الموديل هذا باش مغطيين النواسيه، ها هي شفتي هذا البروكار كيبقى 1000 فرانك البنات 10 دراهم. عندك هذا الموديل هذا ديال الرومي حتى هو تيبقى ب10 دراهم، وعندك هذا ولكن الكميه هند محدوده يا البنات. هذا مثلا راه باقي فيه تقريبا شحال؟ هذا تقريبا يدير لك دوره بصالو يعني تاخذ خداديها داكو. وهذا حتى هو باقي فيها البنات، هذا ستيل سيربون. وكاين هاد جوج حمقوني بصراحه، هذا تقدري ديري هذا طلامط وديري هاد الخديات في هاد لاكولور. تحيه لكاع الناس اللي كيقلبوا على الهوته 1000 فرانك البنات. زيدك اختي سلام لله مرحبا بك. باقي هذا حتى هو 10 دراهم، كاين هذا الموديل حتى هو 10 دراهم، وهذا اللي كنا وريناكم حتى هو 10 دراهم، وباقي فيهم بزاف ديال الموديلات. ولكن كنعاود ناكد هادو ديشوت البنات، اللي بغات شي حاجه تواصل معايا هند وغادي تصيفط لكم اللوينات وتقول لكم حتى شحال بقاو. وبالنسبه لهذا راه ديجا هو كان كيخرج معاه، غير دابا ملي بقى شويه قالت لي والله منع بزاف كليرات جميله. ما سالناش من الهميزات هذا البروكر اللي كتشوفوا اولا هاد لي شوت ديال البروكر تقريبا هين شحال باقي فيهم؟ باقي فيهم خديات ولا طلامط ولا هادو باقي فيهم دوره الواحد دوره. يلا اللي عنده شي دوره مرحبا. فوالا كاين هذا الشكل البنات، هادو غيبقى الثمن ديالهم من كانوا 70 درهم، كانت 60 درهم، كانت 55 درهم، اليوم غيبقاو 25 درهم يعني 500 ريال. كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا الموديل هذا. شوفوا لي البنات شوفوا لي البروكار، ضربي لي على البروكار، البروكار الاصلي اللي كان كيوصل حتى ل 80 درهم. كاين هذا اللون هذا شوفوا لي الفيغ وشحال تيحمق في هذا الكري هذا، شوفوا لي البنات بالارجنتي هذا. وكاين هذا الاحمر هذا حتى هو يا هذا في داك اللي كيجي هكا دوغي كامل. وكاين هذا اللون، وكاين تقريبا واحد 40 شكل اولا 50 شكل. المهم اللي بغات شي حاجه تواصل مع هند ومرحبا بكم البنات. نعاود ناكد البروكار في ليكيداسيون 25 درهم المترو يا البنات. الرضا انا كتعجبني ديك الكونتيتي يا اختي، تكون كاليتي وتكون مع الكونتيتي. شوفوا لي البنات مع النيود، وتقدري تدخلي مع الديك غادي ديالها خفيف شويه والكري لكن الاختيار. شوفي لالا شوفي لي اختي طلامط ب 400 ريال ما تسافري يا اختي ما تضربي تمارو، كاينه حتى الخياطه ابتداء من 10 دراهم. ها هو البنات شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وفي حتى الزريرق 100 ريال. شوفوا نوفيل كوليكسيون ديال هذا الشهر هذا ديال شهر 10، يلا دخلت اليوم حطتها ب 30 درهم. راه ما نقول لكم شهر دايره لكم اثمنه بكل جميله ما يمكنش، راه شي حاجه الخيال العلمي. صافي وداعا للغلا في الطلامط، صافي سالينا دابا الرخا وبرخوص وكل شيء فرش معاها. اليوم اللي كانت كدير اخر ثمن 55 درهم، يعني كتشطري كتكون 80 درهم 70 ما تاخذيهاش بقل من 55 درهم، بقى فيها لون واحد. داكشي باش اختي هند اليوم غدير لها ثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام. قل من الثمن ديالها 800 ريال 800 ريال قل من الثمن باش كتشري هند. ولكن الكميه راه قلت لك كميه محدوده جوج دورات بقاو فيها جوج دورات. شوفوا لي هذه راه كتجي بحال الشكل ديال التليجه، الناس اللي كيعرفوا هذه المبره، ولكن بقات فيها غير هذا واحد ليكيداسيون خطيره في البروكره البنات اللي كان الثمن ديالو هند قلتي لي كان 80 درهم البنات. ودخلت واحد السيده دابا اكدت لنا على انها خداتو ب 100 درهم، ملي قلنا لها 50 درهم قالت لي شحال؟ قلت لها 50 درهم اختي انا نبيع لك ونشري، قالت لي والله خديته ب 100 درهم. دونك ها هو البنات اليوم ليكيداسيون واعره. شوفي لي شوفي لي البروكار كيفاش داير ب 1000 ريال. هي جات قلبتيها هانت خطير. شوفي لي شوفي لي الطرزه تيسطي كتجي هكا كرويات اولا نسميوها بحال شكل السجاره. شوفي لي الميطه كيتها تحمق، هذه من اجمل المطات اللي شفت انا اوفيت يعني ذوقي انا، وانتم ذوقكم دائما تيغلب يا البنات. شوفوا انا كيعجبني ما تكونش الورده كبيره، ما سيش با يمكن انا حيت دوزتو صافي ولا كيعجبني هكا. شحال غزال هذا البروكار تبارك الله، والله العظيم الا 50 درهم البنات سيدوني قسما بالله. غادي نبدا بشويه طرقي، حنا كنتواجدوا دائما في مدينه الدار البيضاء واكيد في الحي محمدي وفي البلاصه المعروفه بطلامط اللي سميتها فوم الحسن. الوغ هذه البلاصه البنات كاينه معوله معروفه بواحد الحديقه سميتها حديقه الالعاب فوم الحسن اللي هي انفاس معها هاد لاغويل. دونك الشارع الكبير سميتو علياته، كاين هنايا الترامواي اللي كيجي من البرنوسي على يدنا اليسار، وكاينين جوج ديال الملاعب فين كيلعبوا الاطفال، كاينين حديقات هكا في الجنب بس كيلعبوا فيها الدراري. هاد الشانطي هذا اللي كيدوز من الطوموبيلات سميتو شارع علياته، كتدخلوا مع الزنقه على اليسار ديالنا كاين سناك الخير انفاس مع المحل ديال اختي هين. مرحبا بكم معنا في حلقه اليوم. السلام عليكم حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله اونلاين، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ جميله الهوته جايبه لكم الهوته مباشره من مدينه الدار البيضاء. عندنا لكم هوته
عمركم سمعتوها وعمركم ما غادي تسمعوها. الاثمنه اللي كاينه اليوم من عند اختي هند بوتيكات اولا مفروشات الحبشيه البنات، دايره لكم واحد الثمن اللي غيكون صادم، ويمكن نعتذروا على هاد الطو هذا، هاد النويشات غير كاينين في الضو. دونك البنات اليوم كاينه دقدقه الاسعار، كاينه ليكيداسيون في المحل كامل مباشره من الدين الدار البيضاء يا البنات. حنا بالضبط في درب مولاي شريف، انا غادي نخلي لكم العنوان بالصوت والصوره في اول الفيديو. الثمنات اللي غادي يكونوا اليوم ابتداء من 10 دراهم، وياه اختي سمعتيني ولا لا؟ من 10 دراهم عند اختي هند غادي تفرشي صالونك، حيدي اختي داك المطروز وحيدي لك اختي داك البروكارات الغاليين، واجي نوريك البروكارات غادي يبقى بواحد الثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام. الله يطول عمرك، تحيه لي كبيره، والاب ديالك اللي كان من الاوائل ومن تبارك الله الامبراطور ديال طلامط ما شاء الله، منذ الاوائل في قصريه فم الحسن، واللي الناس كلها كتعرفوا بسميه ديال الحبشي. دونك اختي هند عيطت لنا اليوم كاينه الهوته بامتياز يا البنات، غتفرشي دارك كما فرشت هند الدار، قالت لي انا حيدت المطروز ودرت الدار تبارك الله كلها رومي باشكال البنات، حيت الرومي راه فيه وفيه، والطريقه ديال التفراش حتى هي كتلعب دور كبير. دونك غادي نخليو لكم اليوم كل شيء بالصوت والصوره، وغادي نعزو لكم بعض الفيديوهات اللي غادي تخلي لناهم هند، وراه غادي نبداو على بركه الله بهذه الموديلات الجميله. الو غادي نبداو بالرومي، الرومي الثمن ديالو اليوم ابتداء من هذا الرومي كاين ب 400 درهم، هذا غيبقى ب 400 درهم البنات، هذا كاينه فيه كميه كبيره، شوفوا لي الستايل ديالو كيفاش تيجي تيحمق، وعندهم اختيارين انهم يخدموا بهذا. واش كتهضري على الاوني ب 400 وهذا ب 400؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك الحق تدخلي فيه الخضيدر ولا تدخلي فيه هاد التيركو هذا اللي كيعطينا هذا الاوني البنات. شوفوا لي هاد لابغيونس اللي كتجي فيه ما شاء الله، فيه هاد اللون هذا 400 ريال 20 درهم، وفيه الكري، الكري خدمته لينا اولا حطات اولا اقترحته لنا هند مع هاد النيود هذا، وممكن انهم يخدموه بالكري كلير. يعني لكم اختيارات، واش فيه الكونتيتي؟ هادو كاين الكونتيتي الرضا، انا كتعجبني ديك الكونتيتي يا اختي، تكون الكاليتي وتكون مع الكونتيتي. شوفوا لي البنات مع النيود، وتقدري تدخلي مع الديك غادي ديالها خفيف شويه والكري، لكن الاختيار شوفي يا لالا، شوفي لي يا اختي طلامط ب 400 ريال، ما تسافري يا اختي ما تضربي تمارا، وكاينه حتى الخياطه ابتداء من 10 دراهم. زيدين اختي اشنو كاين مازال؟ هذا حتى هو 20 درهم يا البنات، انا خليها مافيشيا. هذا فين طلميطه فين خديتي؟ يبقى لهم الاختيار هما يديروا اللي بغاو. راه وريتك قبيله موديلات، يعني تقدر ما شاء الله دير اوني وتدخل معاه هذا، سي فري تقدر دير هذا طلامط هذا، هذا كيجا وراتو لي في الزريرق في هذا اللون، غنحط لكم الفيديو ديال هذا ونحط لكم حتى الصور. يعني هنا كنتي كتفدني في الطلميطه وفي ما بغيتي، سي فري الله يعطيك الصحه، وفيه الحميمر اولا البغضو. شوفوا لي البنات، شوفي لي البغضو تيهضر غير بوحدو تبارك الله، هذا فيه الكميه كاينه تاول الكونتيتي، يعني لاحظ شوفوا راه ماشي غير تنجيو تنقولوا هكاك باش باش نهضروا، راه ملي كنقولوا فيه الكميه فيه، ملي نقول لكم هذه ما بقاتش فيها الكميه ما كايناش، وكاينه شي حاجه اللي غنوريها لكم وعاد غتجي ان شاء الله من مورا الفيديو، فتواصلوا معها على اي استفسار. هذا غنخلي لكم فيه الكميه، هذا خلي لكم تخلي معاه اللي بغيتي، تخيلي خدمته تخلي معاه الطوب، خدمتي بالزرق تبارك الله، شوف البنات ديروا فيها الثقة تبارك الله فنانة، عندها واحد اللمسة فنية غير والله، راكم عارفين ما شاء الله المرأة المغربية. غادي ندوزو دابا لواحد الموديل آخر، هذا هذا الموديل هو هذا، ها هو البنات شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وفيه حتى الزريرق، شوفوا الزريرق جابو لنا هند تا يحمق. عرفتي البنات أي طبعة أي حاجة، خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات الله يحفظكم. شوف الثمن ديال هذا شحال؟ هذا كيبقى 30 درهم 600 ريال. شوفوا نوفيل كوليكسيون ديال هذا الشهر هذا ديال شهر 10، يلاه دخلت اليوم حطاتها ب 30 درهم، راه ما نقول لكم شهر دايره لكم اثمنه بكل جميله ما يمكنش. شوفوا لا كولور الاولى ها هي، ها لا كولور الثانيه، شوف كاين هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو هذا اللي بغيتي. شوف انت هاد اللي بغيتي ديري الطلميطه، شوف 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 البنات ما ترحموناش، راه شي حاجه الخيال العلمي، صافي وداع الغلا في الطلامط، صافي سالينا دابا الرخا وبرخوص وكل شيء فرش معانا الناس ديال الحي محمدي، داخل كازا خارج كازا داخل المغرب وحتى خارج المغرب، والخياطه على حسب هند. يلا البنات مرحبا بكم، شوف كاين هذا، شوفي لي شحال من لون، لاحظوا معايا الله جو شوا، هذا تقدري تخدمي هذا بوحدو وهذا بوحدو، بغيتي تاخذهم بجوج خدي، بغيتي تاخذي هذا ديري مع الاوني ديالو في نابورت كيل كولور، ما بغيتي ديري كاع الاوني تقدري تخدمي هذا مع ديال الاوني، وتقدر دير الوسطى وثاني شويه ديال الاوني يجي ثاني المهم تبارك الله ما شاء الله. راه غتصيفط لكم هند البنات اي حاجه بغيتوها مثلا الموديلات، وانتم تختاروا وانا كنثق فيها تيقوا فيها حتى انتم. كاين هذا قلنا هذا 600 ريال، عاودوا عقلوا البنات هذا
هذا حتى هو دايرين فيه برومو ايه حتى هو 400 درهم هذا 20 درهم يا البنات اللي كان كيتباع اخر ثمن اخر ثمن كنا كنبيعوه الاخر ديالو الاخر هو 30 درهم اليوم يلاه هبطنا 400 درهم اما في الاول راه ديما كنبيعوه 800 30 حنا هابطين دابا ها هي دابا اليوم 40 يلاه البنات هذا فان ستوك يلاه بالزربه سكريني وتاور عندهم الحق محدوده هذا يعني هذا يعني واحد ثلاثه ديال الدورات اللي باقيين فيه اللي سعداتك يا اختي سعداتك هانت يا لاله تاخذي مع هذا وهذا تقدر تدخلي مع الموطارد ولا تقدر تدخلي مع البوردو ولا سابو دو شواز البنات ولا غادي نمشيو مباشره للبروكار اللي تبارك الله فيه واحد لا كوليكسيون غزاله وفيه شكيلات تيحمقوا وغادي نبداو لكم من ارخص ثوب ملي كنقولوا ارخص ثوب دابا البنات في البروموسيون الوغ هادو هين غادي يبقى الثمن ديالهم اليوم هادو ب 30 درهم غادي نبدا لكم ب 30 درهم البروكار كما وريناكم في اول حلقه الهوته ديال 25 درهم الوغ هذا فيه السويفي أيه. كاين طلميطه وكاينه الخديه ديالو اكيد راه فيهم اللوينات البنات شوفوا لي الخديه شوفوا تبارك الله شوفوا لي هذا كتجي بحال ديك الوريقه الشجر اوكي كاين فيه هذا بحال الكري هذا كري مزرق شويه فوالا كاين هذا البيج ديالو البيج غادي الطوب اييه دائما طلميطه ودائما الورده اللي هي الخديه شوفوا البنات حتى يحمق نتوما سكريني وعفاكم وهادو راه فيهم الكونتيتي 600 ريال البنات كاين موديل الاخر اللي فيه الورده كبيره شوفوا ها هي تجي غزاله شوفوا تبارك الله ديك لابريونس اللي كتجي في البروكار وشوفوا لي الطلميطه ديالو تتحمق هذا فيه جوج طلميطه والخديه والوانات هذا في غير هذا اللون هذاك الشيء اللي درنا له الثمن ديال 600 درهم البنات دونك ساري هنا راه ما بقاش 60 درهم وما بقاش 70 درهم غادي ندوزو كاملين اللي بالبرومو راه اللي تيحضر ديما البرومو راه عارف بصح يعني في هذاك النهار راه تيكمل ديال 30 درهم ديال يعني ما تعطلوش باش ما تقولش سميتو هذا ما بقاش فيكم كميه كبيره كاين الكميه كاين الكميه كاين هذا اللي كله يا البنات الذهبي شوفوا لي كي كاين هذا انت عندك اختيار دخلي معاه اي لون هذا دخلي معاه اي لون وكاين هذا عاوتاني تيحمق هذا دخل فيه بحال السيال بحال فيغ او بحال فيغ او دخل فيه الذهبي كله الذهبي وفيه هذا البيج تيحمق شوفوا الزواق البنات غنوريها لكم كامله تقدر تدخلي معاه وتا هو عندك لو شوا اييه الله يعطيك الصحه دونك كلهم غيبقاو 30 درهم يا البنات غادي ندوزو مباشره نعاود ناكد البنات اللي بغات الخياطه مرحبا بها هين تبارك الله كيديروا كلشي يعني غير وصلك صالونك حتى لعندك غادي ندوزو مع 35 درهم كاين هذا الموديل ديال الورده هذا شوفوا لي فيه هاد لا كولور شوفوا شحال غزال حتى هو موديل البنات في نيون شوفوا شوفوا اللي كيجيو مداخلين ها هو 35 درهم هذه الطلميطه وهذه بيان سور الخديه اللي كتجي فيها الورده واللي تيبغي الاوني راه يديروا في الطلميطه بيان سور باش يكون الطروازيام ديالو تيكون داك الطوب العادي اييه اولا الذهبي اولا هذا الزريرق سان بلو مارين عشاق هذا اللون هذا كاين بزاف ديال الناس كيحماقوا على هذا اللون دونك كاين هذا حتى هويا هذا حيت كملات ليه الطلميطه ديالو اييه يعني باقي رولو ديال الخديه داكشي اش درتو له 35 اليوم ب 30 درهم الله 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 سمعتوا يا البنات هذا ما بقاش عنده السويفي ديالو غادي يبقى غير ب 30 درهم وتقدري تدخل معاه فوالا هانتي اختي هانتي 30 دابا بجوج 30 درهم الاوني 30 درهم وشوف كي كيجي معاه تيحمق الا حطيناه معاه وتبارك الله ما شاء الله راه عندها واحد الذوق تيحمق يا البنات غير تواصلوا معاه هين دوما يكون هي خاطركم 30 درهم هذا الزريرق والكري ديالو غيبقى ب 35 35 درهم يعني 700 ريال غادي ندوزو مع الجديد في البروكار هذا موديل كلكم كتعرفوا كتعرفوا الثمن ديالو اليوم عند اختي هند من مفروشات الحبشي غادي يبقى هذا اليوم غيبقى 40 درهم 40 درهم 800 ريال كايناش 1800 اختي 800 ريال حيدي ديك 1000 ريال خدي حاجه اخرى ولا خيطي بها ولا اللي بغيتي ها انت اختي شوفوا البنات هذا الاوني ديالو اولا الطلميطه ديالو سمحوا لي هذه الطلميطه شوفوا كي كتجي غنوريها لكم في الخديه وهذا الخديه وغادي نوريوها لكم مباشره مخيطه على دوبل فاس انت بحال عندك جوج صالونات ها انت اختي شتي تاتحمق بحال اللي تبغي تدخل الاوني راه ندخلوه لا داك الخديات قلتي لي كتبداو عندكم في الخياطه من 10 دراهم اللي بغات من 1000 فرانك اختي لا غلا على مسكين بنات الشعب الناس ديال حي محمدي لهلا يختك دونك في هذا اللون هذا بالنسبه لهذا الموديل هذا الزريرق هذا وفيه البيج ديالو ذهبي هذاك تدخلي مع الكرونه كيطيح واعر دوك اللسانات في الكرونه يا سلام ما شاء الله دونك 800 ريال وكاين هذا الموديل الاخر هذا هذا عنده طلميطه اخرى داكور
حتى هي جات معاه نص قرن من داكشي داجا هو مخدوم بالبرونز وهذه تيفيها البرونز والبلومارين هانتوما يعني عندكم الاختيار هذا بلومارين فونسي هذا شويه خفيف عليه بحال هذا بحال نقولوا هذا بلومارين وهذا بلونوي داكوغ يلا بدنا تختاروا اللي بغيتوا سكرينيو غير 800 ريال عوض 98 درهم هذا حتى هو هذا الطوب هذا هو بحال هذا غير هنايا الباج طوب ديالو و اللي زعما بغات هذاك اللون تقدر تدخل هذا معاه هذا يعني هذا اليونيك يلعب على جوج على هذا وهذا معاه داك دونك الميطه ديال الناس كارويات وكتدخلي مع اليوني ديالو اللي هو باج طوب ولا باج كلير ولا كما قالت اختي هند الكرونه يجي تيحمق حتى هما غادي يبقاو غير ب 40 درهم الحبوبات جميله اونلاين غادي نبقاو دائما في البروكات راه باقيين البنات بزاف ديال الشكالات ديال البروكر اللي غادي نوريكم مباشره من عند بوتيك اختي هند غادي نمشيو لهاد وعاد ندوزو لهاد الصفيفر وهاد لابارتي هادي الوغ هنا عرفتي كاينه واحد البروموسيون زوينه والمده ديال البروموسيون غتبقى نديروها 15 يوم يعطيك الرضا قالت لي قبيله دخلوا الناس قالت لهم سيمانه على قبلكم غتخليها 15 يوم يلا من ان شاء الله يطلع الفيديو دونك هاد الحد جاي له والحد الاخر باذن الله ونقدروا نزيدوا شويه مع هند المهم اللي جات تدي الهمزه هذا بروكر شكل ثاني شوفوا البنات كي كيجي وريضه رومي حيت شوف كاين اللي كيبغي الورده وكاين اللي كيبغي بروكر رومي ما يكونوش فيه لي موتيف الورده نهائيا انا كنحماق على هاد الموديلات هادو شوفوا هنايا كيفاش كيجي غزال هذا راه الفيغ او شوفوا مدخله مع النيود في اللسان تاع يسطي هذا خدمتي بجوج هادي حتى الخيطه ديالو كتطلع رخيصه قل من الله الله يعطيك الرضا يعني بغيتي بالكوردون راه كتكون ثمن بغيتي هكا سامبل كطيح عليك حنا دائما الارخص في الارخص يعني باش تاخدي صالون زويون محيدق وبثمن رخيص حتى هاد الخياطه راه غندير ليها فيهم ثمن ثمن زوين ان شاء الله دونك هادي فيها هاد اللون هذا الفيغ اللي شفنا دابا ياك هو هذا اللي شفنا في الخديه ها هو يا البنات وكاين دخلوا حتى مع هاد اللون الكراميل اللي فيه يجي خيالي الكرات ولا هذا كيدخل معاه نتوما اللي بغيتو شي حاجه غتواصلوا معايا دونك جوج اللوان نعاودو ناكدو كاينه البيج طوب كما قلنا وكاين الفيغ او داكوغ غادي ندوزو لهذا الموديل عاوتاني هذا حتى هذا غزال هذا فيه الورده في الخديه ولكن الميطه ديالو الطوب هذا راه بحال الميطه شوفوا البنات سي فري كيعطيك بحال 3 دي شوفوا كتحسي بها هكا يا غزال كاين هذا الموديل وكاينه الخديه ديالو على هذا الشكل فيها الورده حتى هي وحتى هي كتجي نفس الشكل كتجي بومبي حتى هي والثمن ديالهم هند اليوم غادي يبقى كلهم 800 درهم 800 ريال البنات وقولوا لي سمعنا هاد الاثمنه فشي بلاصه غير 40 درهم يعني الحاجه الغاليه عند اختي هند اليوم بواحد الثمن خيالي ما كايناش حتى 100 درهم في المحل مرحبا بكم شوفوا لي شوفوا لي الباج ديالو تيسطي تيحمق شوفوا لي الخدمه كيفاش مخدومه وخلاص هذا باغمي لي كولور الواعرين على حسب ديما تهدرتي دويت تبارك الله الصالون غير بوحدو هذا اللون ديالو شوف طرية عندك في الدار غير 800 ريال اختاري لي كولور هذا الباج طوب ديالو وخدمت لينا معها اختي هند حتى الاوني في الباج طوب ولكن هذا غدخل التميطة ديالو كاينه من نهار الاثنين غدخل ان شاء الله دونك البنات اللي غيجيو الاثنين ان شاء الله غيلقاوها واجده ها هو ودرت لكم تسويفي ديالها بالاوني 40 درهم موجود كاينه الكونتيتي الله يعطيك الصحة كاين هذا حتى هويا هذا هو بروكر رومي شوفوا هذا الوريدات خفيف خفيف وفين شوفوا هذا البنات اللي ما تيبغيش الورده كبيره وكاينه الميطه ديالو اللي كتجي هكا مبهجه وخفيفه وفنيونه غزاله يعني شوفوا داك تتقطع لينا داك البلو اللي كاين في الميطه تتبهجوا كما تنقولوا دونك كاين البلو ديالها كاين هذا الكري حتى هذا الكري كلير شوفوا هذا تبارك الله اللوينات البادي كما تنقول دائما على حسب انت صالون كيفاش داير واش مضويس راجم بزاف واش ما فيهش الضو تاخذي دي كولور بحال هكا اللي يكونوا هما براسهم ما شاء الله ترياس يضويو لك الصالون سا ديبون على حسب انت وصالونك كيفاش داير وكاين الباج طوب الطوب ديالو اللي مغموق على الاولاني اللي كنا ورينا هذا حتى هويا الطوماطه ديالو كاع ما بقات عندي ما كايناش هو غيبقى 30 درهم واو دوماج دوماج ما بقاتش ولكن بصراحه هنيه على البنات اللي غادي ياخذوه غيبقى ب 600 ريال والله الا قبل كاع ما تكمل الطوماطه كنا كندخلوه مع الاوني كيمشي مع الاوني ديالو دونك اللي بغاتو اللي بغاتو راه كاين اوني ديالو يا اما تاخذي الاوني اللي كيمشي مع كل شيء اللي هو النيود العادي ولا لي كولور كلير انت هذا راه هذا سيدهم تيمشي مع كل شيء وكاين خف منه سيابو دو شوازيغ البنات دونك دائما 30 درهم عند اختي هند غادي نبقاو دائما في البرومو زوينه من عند اختي هند وغادي ندوزو اكيد لموديلات اخرين خليكم معنا وما تنسيو حتى لواحد ليكيداسيون خطيره في البروكره البنات اللي كان الثمن ديالو هند قلتي ليا هذا كان 80 درهم
كان 80 درهم البنات، ودخلت واحد السيده دابا اكدت لينا على انها خداتو ب 100 درهم. ملي قلنا لها 50 درهم قالت لي شحال، قلت لها 50 درهم اختي انا نبيع لك ونشري، قالت لي والله خديته ب 100 درهم. دونك ها هو البنات اليوم ليكيداسيون واعره. شوفي ليا شوفي ليا البروكر كيفاش داير ب 1000 ريال والمده 15 يوم. هذا البروكر بومبي البنات، شوفوا غير لا ليزير ديالو كيفاش كتجي ها نتوما، وكل مخدوم مستقلي كيبان لكم بحال المطروز كيجي محفر غزال. شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله لا دوزيام بياس ديالو كي دايره ما شاء الله روعه. هانتي هانتوما يا الناس الحي محمدي، هانتي يا بنت عمي، هانتي يا بنت عمي. شوفي اختي شوفي لي شوفي لي تبارك الله البروكر كي داير. هذه طلميطه وبامكانك تزيدي الاوني ديالو كيما ديما 1000 ريال. فيه موديلات متنوعه، حنا نوريكم كاع الكوليكسيون اللي كاينه وكاينه الكميه موجوده. اللي جات من مورا 15 يوم غتاخذوا البنات، هذا حيت نوفيل كوليكسيون غادي تاخذوه ب 80 درهم. دونك جي نقول لكم جميله. ها انتم البنات هذا الزريق ديالو، هذا البلو داك الزرق الازرق اللي نيت ترى فيه الزرق فيه الكحل فيه الوينات غزالين. شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله الغماج اللي فيه تحمق، وشوفوا لي عاوتاني طلميطه اه داكور. انا غنوريك خديه واخا، يعني هذا البنات تقدري تخدمي هكا والخديه ديالو نيت الثانيه تقدري تخدمي هكا. حنا غادي نوريكم هذا الشيء من القدام. اييه جات قلبتيها هانت، هذا راه الفاس الاخرى. الله يعطيك الصحه، يعني تقدري هاد لافاس هادي اللي دوغي هي هادي. لا هي الاخرى هكا اه اللي فيها البرونز بزاف سي فغي هكا. كنتي كان بامكانك تخدميها هند هكذا، ولكن باش ما يكونش طخو ديال الزرق مع الزرق تي بريفير باش ديري هاد البصلي دوغي. الله يعطيك الصحه وخدمتها دائما بهاد البرونز في لاكولوغ ديال اوني جات تتحمق واعره. هاد كاين فيه هاد الفيغ وهذا البارد، هذا الفيغ او هذاك البارد اه كيبان لكم بحال واحد شويه ديال الفيغ او هنايا فهاد الجاكارات اللي كاينين تيجي تيحمق. شوف ودائما الورده نفس الشيء، ورده اللي تتكون صغيره باسكو كما كنقول دائما كاينه ورده وكاينه ورده. مي هذا اخر ما كاين في عالم البروكر البنات، وغير 50 درهم اختي راه والله ما غلطتي وديناتك سمعوا الصحيح 1000 ريال البنات. الكحل 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 ما يمكنش، الكحل بصراحه خطير. شوف لي شوف لي الطرزه تيسطي هذا درجه هو ديكالكو في الدوغي يجي خيال. شوف هذا عاوتاني زواقه اخرى كتجي هكا كارويات اولا نسميوها بحال شكل السبوله، ديكارو بحال شكل السبوله هاد ديال تيجي غامق. غادي نوريكم شوفي شوفي هذه درناها عاديه، درنا فيها الورده القدام والظهر ديالنا دخلناه بحال هكا صافي يا سلام. ولكن تيحمق ما شاء الله وفيه الوينات واعرين. دونك النوار ها هو، غادي نوريكم الفيغ او ديالو وكاين فيه حتى الطاب الباش طاب. شوفوا الفيغ غادي نوريه لكم حتى في الخديه ما شاء الله. شوف شوفوا الفيغ او كنحاول نوريكم لي ديتاي. شوفوا البنات داخل مع هذاك الطوب بارد سي فغي باش عطانا داك. شوفوا لا ليزيغ تتبين لكم البنات شفتوا تبين لكم الخدمه. شوفوا لي السبوله بالكاغو تتسطي غادي كامل غادي نوريوها لكم مخدومه. غادي نوريكم لي بيج طوب ديالو. شوف ها الورده ديالو الورده بيا الورده تتحمق، وعاد الظهر درنا دخلنا هاد البرونز الطوب ودخلنا معاه هاد الطلميط. هذا غزال وهذا تيمشي مع بزاف ديال الموديلات بزاف ديال انواع ديال الطلميط اللي تيمشي معاهم هذا الشكل. وشوفوا تبارك الله هاد السفيفه هذا هاد الكالو ياك أيه. كيفاش مخدوم ديجا ستيل ديالو انيق تري تري شيك هكذاك ديال الصم حيت عمري ما شفتو انايا هذا. هاد الموديل هذا راقي عسي كي تيبان خصكم تشوفوه مباشر، والصم درتي معاه الفيغ اونيت ديالو يعني كيتخدم مع كل بياسه مع ديال الله يعطيك الصحه اكيد. المهم نتوما اللي بغيتو شي حاجه غتواصلوا مع هند وراه ما غاديش تبخل عليكم. هذا البيج طوب هذا البيج غامق وتا هو من بين الالوان الجميله جدا اللي كيمشي لنا. عرفتي هذا البيج بحال غادي شويه الفيولي كتلاحظي بلا كاشيري واحد البيج خطير بزاف. شوف شوفوا البنات وعاد كاين الثالث ديالو فيه البيج كلير اه كاين الثوازيام في السويدي كاين ثلاثه. هذا هو اللي وراتكم اختي هند في الاول هذا هو اللي قلت لكم تيمشي مع كلشي. هذا اللي بغات ديروا الطلميط ديالو اللي تودرات تاخذ هذا تودرتي في الطلميط ديروا في الخديه ديروا كتيجي في سميتو حتى في الفرماجات ديال تيجي خطير والستيل باش مخدوم روعه. كيجيو فيه غير هاد النويشات بالدوغي. دونك هذا راه تيخدم تقريبا معاهم كاملين. نعاودو ناكدو البنات الثمن 1000 ريال. اي موديل عجبك انا مرحبا بك. ايمان في 50 درهم وغادي نشوفوا هاد الموديل عاوتاني. هذا داير بحال ديلافي
هذا الشكل ديال البروكر، ودائما في البروكر البنات بومبي اللي الثمن ديالو نعاود ناكد كيوصل حتى ل 90 100 درهم اليوم ب 1000 ريال البنات. هذه الخديه وهذه الطلميطه ديالو فنار ومية غزالة. شوفوا الطلميطه كي كتجي كما قالت اختي هند راه كيجي دوبل فاس. هذا انا بغيت تخلي معاه فليكالدو هادي انت شدي من تما وانا نقفط من هنايا باش يبقاو جوج. تخيلوا معايا هادي باردون هادي طلميطه وحده، يعني تقدري تخدمي هكا الخديه بهذا الدوغي هذا كما انك تخدميها بهذا البلوجين. ايوا اختي هذا شهدنا عليكم 1000 ريال حتى هي، وكاين مازال موديلات وكاين ان لارج جوج في البروكار. شوفوا لي تبارك الله، شوفوا شوفي لي اللي ما بغاتش كاع الورده. وبغيتي الورده كاينه، كاينه الورده ديالو حتى هي كاينه، دونك كاينه الورده هذا يعني فيه 3 بياس البنات. هانت هذا داخل فيه تاول كما قلتي بركه رومي ديري هذا. رومي رومي جاتو انا صافي وحدك هنا. بغيتي تزيدي البلديه وتقدري غير ترشي بها مثلا واحد الخديات. تقدر الا بغيتي كاع بلدي تقدر ديري هذه الطلميط والورده ديالو. انا نورت الورده ديالو داك خصك شفتي الطلميطه ديالو غزاله. الطلميطه ديما على جوج دوغي ولا هكا بالبلو جين، واكيد فيه الورده تتحمق الورده ديالو. الورده في لون اخر، الورده ديالو يلاه غتعلق. هاد الورده ديالو غتكون في داخل فيها السيال. هاد البلو جين شوف الورده ديالو كي دايره وهماويه رويقيه، حتى هي غتبقى 1000 ريال اختي. هادي الطلميطه ديالها حيت هادي نوتر كولور بيان سور، هادي كولور كلير. شوف شوفوا هذا بحال ثلاثه عاوتاني، واللي بغات الرومي تخدم بهذا وبهذا. ايوا اختي تبارك الله عطا الله الخير، مرحبا بكم البنات. كتحلوا جميع ايام الاسبوع نهار الجمعه بطبيعه الحال بحال القيصريات ما تيحلوش. ومرحبا بكم البنات، راه كاين طرامواي قريب ليكم، محطه الطرامواي الاقرب هنا علياته ديال علياته، وجيو تواصلوا مع اختي هند وغادي تصيفط لكم لوكاليزاسيون. دونك بالنسبه لهذا عرفتي هذا فيه واحد الوينات وواحد الغماج تيحمق. شوفوا على خدمه يا البنات، هادي واعره هذا بحال ديال البروز كما كان داك الشيء اللي كاين. واحد توب توب غزال وخدمته روعه، هذا متروازه فنه. واش هذا هو خو هذا وهو اللي كنعجبني قبيله. دخلت الطلميطه ديالي ودوبل فاش دخلت قلت هذا خطير. شوفوا البنات الطلميطه ديالو كتخدمي على هكا ولا هكا، وتقدري تخدميهم في دقه واحده بغيتي تقلبيها تقلبيها. بحال عندك جوج صالونات. شوفوا لي الطلميطه ديالو ما فيهاش الورده كبيره تتسطي البنات. شوفوا لي الطلميطه كي تتحمق، هادي من اجمل الطلميطات اللي شفت انا او يعني ذوقي انا، وانتم ذوقكم دائما تيغلب يا البنات. شوفوا انا كيعجبني ما تكونش الورده كبيره، ماشي سيبا يمكن انا حيت دوزو صافي ولا كيعجبني هكا. شحال غزال هذا البروكار تبارك الله، والله العظيم الا 50 درهم البنات سي دوني قسما بالله. هو هذا نيت غير لي كولور ليك في الالوان، هذا دخل فيه هذا الفيغ او تي طيب الفيغ او الدوغي، وهذا البيج بالدوغي كامل. شوف هذا اللون اللي بغيتي تدخليه معاه. واو ما شاء الله فنين 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 فريمون، شي حاجه زوينه عرفتي مخدوم داك البيج كلير مع البيج طوب مع الذهبي روعه. وخلاص هنا هذا الصم هذا تقدري تدخليه حتى في الخياطه صح. شوفوا البنات حتى هذا يدخل مع داك شويه ديال البوردو يجي تيسطي لسانات البوردو، وانتم تيبقى لكم الاختيار. شوفوا لي عاوتاني هذا الفيغ او وهذا الذهبي كامل وهذا السيال ديالو. هذا خلاص عاوتاني هذا هادو جوج بصراحه هذا موديل واعر. قولي لي جميل ما تقوليش هذا واعر، ولكن بصراحه زوين. وتيبقى لكم البنات الاختيار نتوما، مي انا اللي كتعجبها الورده حيت دابا ولا داكشي خفيف وزويون على حساب. الا عندك الرومي خدي لي فيها الورده بلديه، عندك البلدي دوزي لي اختي للرومي. دونك هادو كلهم نعاودو ناكدو غير 50 درهم البنات. بدينا لكم بالبلونكاسي وريناكم النواغ ديالو وريناكم لي كولور اللي دارجين دابا على الموضه، غادي ندوزو مع اخر ما كاين واللي هي طوندونس البنات واخر ما جد في عالم البروكر اللي الثمن ديالو ما كايناش 120 درهم ما كايناش 100 درهم، الثمن حصري عند اختي هند. شحال غيبقى الثمن ديالو؟ 1400 ريال يعني 70 درهم. غادي نقدمو لكم اول موديل اللي هو موديل البروكار ديال ساري. علاش سموه ساري؟ لان كتهبط فيها البنات واحد السلته بحال اللي كتكون في التكشيطه. لاحظوا معايا هاي السليته هابطه كامله، ولكن بصراحه
التوب ديالو ديجا راه التوب غليظ ديالو يعني ما شاء الله. تيبغوش بروكار هذا راه خفيف هذا بروكار غزال وخدمتو يا البنات شوفوا لي الزواقه كيفاش كتجي هابطه. دونك بروكار صاري من 120 درهم غيبقى ب 1400 ريال لمده 15 يوم البنات. في هاد لا كولور هادي الثانيه ديالها فين هو؟ هذه هي الخديه. ايه خديه الا بغيتي ديري حتى ديال 80 الخديه اللي بغيتي ما كيضيع لك منها والو. هاك داك حيت انت كيف ما بان لك غادي فحال هكا نشد معاك الخديه كتبان على عرضها داك غادي تبقى عريضه. يعطيك الصحه تجي هذه في الوسط دابا. ايه ضروري سلتها كتجي في الوسط تتحمق. هذا بلدي ورومي بلدي ورومي لان سلتها السلته واعره بزاف البنات. السلته اللي فيه خطيره دونك كاين فيه الفيغ او وكاين هذا البيج وكاين البيج. غنقرب لكم شويه المهم سامحوني الا بان لكم شي نويوش راه غير من الضو. شوفوا البنات حتى هو فيه دائما طلميطه وفيه الخديه. كنعاود نوريكم شوفوا كيفاش كيجي بومبي 3 دي. شفتوا البنات تيجي بومبي ما شاء الله. هذه هي فيهم الطلميطه هي باقي كاع ما تحققات مازال هادو راه باقيين يلاه هادو في الكوليكسيون. هادشي راه يلاه دخل البنات وحطاتهم مسكينه هند الله يعطيك الصحه. دونك ما يعني ما واحد اخر يقول لك غندير له واحد الثمن. درت لكم ثمن خيالي باش كلشي يتقدى ونوفيل كوليكسيون. غنبقاو دائما ب 70 درهم. اييه هذا اللي حمقت عليه هاد السيده عرفتي من قبيله وهي كتقول لنا عرفتي بغينا سدينا الباب تبارك الله باش ما يبقاوش الناس يجيو. شوفوا البنات هذا بروكر ماتلاسي كيجي بحال المطروز تحلفي عليه حتى مطروز وثقيل يعني تقيل. اللي تيبغي الثوب ثقيل هذا راه اللي تيتيب تنقولوا الثوب كاين. شوفوا الشده تبارك الله شوفوا لي البنات هذا راه تيجيك بحال هذا هو القدام كانه مطروز. بروكر ماتلاسي غزال في هذا اللون هذا كنقولوا ليه حنا بالمغربي ديالنا الشيبي داك البلو الزويون داك الزريرق الشيبي هو هذا. دونك في هذا اللون في الطوب هادو الطلام ديالهم يلا غيتعلقوا غيتعلقوا الطلام ديالهم مازال ما جاوش نهار اثنين. دونك اثنين ان شاء الله غادي تلقاهم كاينين. سينو اللي بغات دير معاهم هذا راه تخدم معاهم هادو مي غيدخلوا ان شاء الله كاينين فوالا. هانتوما هذا البيج ديالو هذا البيج شوفوا لي الورده كي دايره تيجيو جوج وريدات تبارك الله غزالة. الطلميطه كتكون لهاد الشكل 1400 ريال البنات اخر ما كاين في الماتلاس دراعين دراعين. وهادو اللوينات كما قلنا اللوينات ديالهم راه كلهم غادي يجيو البنات. هاد الموديل هذا عاوتاني شي حاجه الخيال العلميه البنات. شوفوا هذا موديل جديد عرفتي كي داير كي داير كي داير كي داير ما شاء الله. الطلميطه تبارك الله تتعبر على كل شيء وخلاص. شوف شوف شوفوا لي الالوان شوفوا لي هاد الزويقه اللي يجي اللي فيه كي دايره. هذا فيه البيج تا هو 1400 هذا هو اللي بقى فيه بقات فيه وحده الواحد هو اللي بقى فيه. ايوا البنات استغلوا الفرصه ومرحبا بكم والف مليون مرحبا. البنات اللي مازال ما فرشوش ديورهم العرايسات اللي بغاو يجيو عند اختي هند مرحبا بكم. راه كاينه في الحي محمدي بغينا كلشي يجي يفرش دارو بارخص الاثمان. بغينا نديرو ان شاء الله اليد في اليد ودائما مع جميله اونلاين الهوته فيما كاينه الهوته كاينه جميله اونلاين. ما يمكنش نشوف شي حاجه انا ما نصورها لكمش. هذا الصفر هذا اللي صورت لكم ضروري ما غادي نجبدوه وغادي نديرو فيه واحد الثمن خيالي. شوف البنات هذه الطلميطه ديالو هذه واخا هذه الطلميطه هذه خديه ولكن انا كنفضل تدخلي مع الايني. هذا رومي بزاف وما بصح ضروري تدخلي مع الديبر الايني. وهذه الخديه ديالو باقي فيه بزاف هند نوحالش. هذا الارضيه ديالو شوف كي دايره ارضيته غزاله كتبري كامله ولكن ما بقاتش فيه كونتيتي كبيره مالوغوزمون. هذا عندك هذا وهذا باقي عندي فيهم وغندير لهم واحد يعني الخديه اللي ما بقاتش وغندير لهم الخدادي هادشي اللي كاين فيهم يعني اللي جات البنات ولقات هذا مرحبا بها. بغيتي تلقاي هاد هادو هذا راه باقي فيه كونتيتي هذاك لا عندك هذيك الورده صغيره هذه راه ورده كبيره. داكوغ هذه ورده كبيره. شوف شوف البنات هادو باقين فيهم اللي جات تاخذ معاهم الايوني من عند اختي هند ومرحبا بكم البنات. غادي يبقى الثمن ديالهم اليوم هادو 700 درهم. واه 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 واسمعتوني ولا لا البنات هاد البروكار غادي يبقى ب 35 درهم المترو حصريا ولاول مره ماشي غير في اليوتيوب في السوشيال ميديا كامله في اليوتيوب في الانستغرام وحتى في تيك توك. دابا باش نختم معكم الحلقه مع الخوامي اللي دائما تبارك الله هند قالت لي انا معروفه ومشهوره هنا بالخوامي اللي جات تقول لها الخوامي علاش لان كدير فيهم ثمن زوين واخا جدادين واخا نوفيل كوليكسيون كتخدمهم ب 50 درهم المترو. الوغ شوفوا لي هذا الموديل حتى هو هذا الموديل كيبقى ب 1000 ريال هذا 1000 ريال اللي عامرين وهادو اليوم غندير لهم 700 درهم هذا 700 يلا 1000 ريال غيبقاو ب 700 وهذا ديال 80 درهم ولا 70 درهم غيبقاو ب 1000 ريال. دونك هذه اللي شاده انا ديال فيها هذا الزيكزاك هذا غير ب 1000 ريال هادو 35 درهم. انا غنوريهم لكم كامله من هنا باش تعرفوا زوقتها كي دايره. شتيها البنات هذه هذه حتى هي كتبقى ب 1000 ريال هذه. شوفوا البنات دابا راه ولات لا مود تكون غير وحده ماشي ضروري يبقاو يوليو جوج. شوفوا لي لا ليزير ديالها كيفاش كتجي مخدومه داكوغ ها انتوما وخلاص هادو كاملين 50 درهم هي كاهين كاملين
هادو 50 هادو حتى هما هي اللي فيها هاد العمر هادو دونك العمره كامل اللي كتكون مخدومه كامله 50 درهم شو هادي شحال غزاله غير بوحدها غير بوحدها الناس بلا ما تكون هادي كاين الدوغي ديالو المهم دابا حاليا عندي فيه كميه محدوده ولكن غادي يدخل ان شاء الله ها هو هادي الدوغي شوف شحال غزاله شوف شحال غزاله هذا كما كيتحط ولكن بصراحه فنه لان كتجي هاد الشبيكه ديالها البنات شوفوا كيفاش دايره بلاتي اسمحوا لي نوريكم شوفوا كي كتجي غزاله وحتى لا ليزير تبارك الله هكا متشني في الدوغي فنه تتهبط تتمشي هذا بحال ديك اللي وريتيني تما حتى هو 50 درهم هادي صايدين كاين هذا هذا راه بروموسيون البنات هذا سمعتوها 700 ريال البنات هذا الموديل 700 ريال كلها كتجي مشجره كامله بحال الشكل ديال الطميطه اوف ديال الخديه شفتوها كامله كامله المهم بالنسبه للخوامي غندير لكم جوله راه كاينه 700 كاينه شحال قلنا 35 ياك 700 وكاينه 1000 ريال اللي جات مرحبا بها ودائما كاين الجديد عند اختي هند ايوا بصراحه والله ما سخينه ولكن كما تنقولوا هذا هو الجديد بقات لنا واحد المبره مازال ما وريتهاش لكم وتا هي فيها واحد البروموسيون خطيره المبره اليوم اللي كانت كدير اخر ثمن 55 درهم يعني كتشطري كتكون 80 درهم 70 ما تاخذيهاش بقل من 55 درهم بقى فيها لون واحد داكشي باش اختي هند اليوم غدير ليها ثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام قل من الثمن ديالها 800 ريال 800 ريال قل من الثمن باش كتشري هند ولكن الكميه راه قلت لك كميه محدوده جوج دورات اه بقاو فيها جوج دورات شوفوا لي هذه راه كتجي بحال الشكل ديال التليجه الناس اللي كيعرفوا هذه المبره ولكن بقات فيها غير هاد لا كولور ها هي المبره سميوها مبره التليجه يلا اللي بغيتو هي باش معروفه نورمال هي معروفه مبره ايطاليان مبره ايطاليانو حنا نسميوها مبره ديال التليجه شوفوا لي الطلميطه ديالها كيفاش كتجي البنات دونك هادي وهادي بقات فيها واحد جوج دورات اللي سارعات غادي تفوز بالهديه غير 40 درهم كبيده جميله سالينا حلقه اليوم وان شاء الله غادي نضربكم اكيد موعد اخر في محل اخر دمتم في رعايه الله ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه زوينه خليت لكم الراحه ونختموا دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنساوش دائما ميم هور ميم اندرو سيغ ما شين كنحماق عليكم تبقاو على خير بالسلام عليكم باي باي.